اهلا وسهلا بيكم، معاكم نور الهدى من نفع. النهارده هنشرح مع بعض الجزء الاول من الاستدلالات والحجج المنطقيه للصف الثاني الثانوي. عندي سؤال بيقول هل هناك فرق بين الحجه والاستدلال؟ فكروا وتعالوا نشوف الدرس بتاعنا هيقول لنا ايه. هنخرج من الدرس ده بكذا حاجه. اول حاجه يعني ايه الاستدلال وايه انواعه، واثنين ايه الحجه وايه انواعها، وثلاثه التعميمات الاستقرائيه. تعالوا نشوف تعريف الاستدلال. بيقول هو العمليه المنطقيه اللي بننتقل فيها من مقدمات معينة لنتيجة تترتب على تلك المقدمات. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا ناخدها حاجة حاجة. يعني ايه عملية منطقية؟ يعني عملية ذهنية، يعني عملية فكرية بنقوم بيها داخل العقل. طيب بننتقل فيها من مقدمات معينة لنتيجة تترتب على تلك المقدمات. يعني لو انا عندي مشكلة ما هعمل ايه؟ هشوف ايه اسباب المشكلة دي، هقعد اجمع في الاسباب دي، بنسميها مقدمات. طب انا ليه بعرف اسباب المشكلة؟ علشان اوصل في الاخر لحل المشكلة. حل المشكلة ده عندنا في المنطق بنسميه النتيجة المترتبة على المقدمات. المقدمات اللي انت جبتها، الاعذار اللي انت حطيتها، الاسباب اللي انت وجدتها، كل دول هيوصلك في الاخر للنتيجة، والنتيجة دي هي الحل بتاع المشكلة بتاعتك. زي ايه؟ بيقول لي مثلا احنا لما بنشوف الدخان بنستدل على وجود النار. انت لما الدنيا مطرت، لما انت صحيت من النوم وبصيت من الشباك ولقيت الارض متغرقه والشجر وعرفت ان المطر نزل. اولا الاستدلال. انواع الاستدلال عندي مباشر اللي هو التقابل بين القضايا، غير مباشر اللي هو القياس. اللي جوه المباشر عندي التعريف ومربع ارسطو، والقياس عندي تعريفه ومكونات القياس وقواعد الشكل. الاول تعالوا نشوف تعريف الاستدلال المباشر اللي هو التقابل بين القضايا. هو استنتاج صدق او كذب قضية من قضية اخرى تتفق معها في الكم او الكيف او الكم والكيف معا. طبعا احنا درسنا مع بعض في الدرس الاول ايه هو الكم وايه هو الكيف وفي القضايا، وعرفنا ازاي بنكون قضية من حدود وازاي تبقى مستغرقة. تعالوا نشوف الكلام ده هنا. هنا بيقول لي ان الاستدلال المباشر ان يستنتج ان قضية ما صادقة او كاذبة من خلال قضية اخرى. يعني انا هعرف ان ده ابيض لما اشوف الاسود، واعرف ان دي بنت لما اشوف الولد. يبقى هو ده قصده، انا بعرف باللي قصادي بقضيه تانية بشخص ما تاني. يبقى الاستدلال المباشر ان استنتج صدق او كذب قضيه ما من قضيه اخرى. مالها بقى القضيه دي؟ مش اي قضيه بقى، دي قضيه بتتفق معاها في الكم او الكيف او الكم والكيف معا. لازم يكون في حاجة مشتركة بين الاتنين. انا عرفت ان دي بنت وده ولد لان الاتنين في الاخر مشتركين في حاجة اسمها الانسان، او الاتنين مشتركين في حاجة اسمها كائن حي، فانا عرفت اميز بين الاتنين. تعالوا نشوف بقى احكام مربع ارسطو. هنرسم مربع عادي، وتعالوا نشوف ازاي هنحط الاحكام اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها في تعريف الاستدلال المباشر. هنرسم مربع عادي كده، فوق هنحط كاف ميم اللي هي كلية موجبة، تحت هنحط جيم ميم اللي هي جزئية موجبة، ونطلع فوق تاني ونحط كلية سالبة كاف سين، وننزل تحت ونحط جيم سين. لو خدتوا بالكم هنلاقي ان الكليات فوق والجزئيات تحت، فوق كلي موجب وكلي سالب، وتحت جزئي موجب وجزئي سالب. طيب ايه كمان معايا؟ بيقول لي بقى احكام التضاد، احكام بقى القضايا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، ان لازم علشان اعرف حكم قضية ما او استنتج صدق او كذب قضية لازم اشوف القضية التانية، سواء بقى كانت متفقة معاها في الكم او الكيف او الاتنين مع بعض. طيب تعالوا نشوف اول نوع من الاحكام او نوع من القضايا معانا. التضاد بيكون بين مين ومين؟ بين الكل الموجب والكل السالب. طيب الدخول تحت التضاد بيكون بين الجزئيات، الجزء الموجب والجزء السالب. يبقى انا عندي التضاد بين الكليات والدخول تحت التضاد بين الجزئيات. طيب تعالوا نشوف معايا، هنلاقي التداخل ناحيه اليمين اهو كل موجب وجزء موجب، وهنلاقي ناحيه الشمال برضو بين الكل السالب والجزء السالب. يبقى انا عندي التداخل واخد ضلعين من المربع، والتضاد واخد الضلع اللي فوق بتاع الكليات، وتحت التضاد واخد الجزئيات اللي تحت. طيب عندي كمان حكم وبنسميه التناقض. يعني ايه التناقض؟ العكس على طول. بيربط بين ايه وايه؟ بين الكل الموجب والجزء السالب. بس كده اللي كمان بيربط ما بين الكل السالب والجزء الموجب. تعالوا بقى نشوف الاحكام بتاعت القضايا دي.
اول قضية خدناها من شوية على مربع ارسطو هي التضاد، وقلنا ان هي ما بين الكلي الموجب والكلي السالب. طيب ايه الحكم بتاع القضية دي؟ بيقول لي اذا صدقت قضية كذبت الاخرى. يعني لو كانت القضية الموجودة عند الكلي الموجب صادقة يبقى القضية الموجودة عند الكلي السالب كاذبة. طيب ايه الحكم التاني؟ بيقول لي اذا كذبت قضية كانت الاخرى مجهولة الحكم. يعني لو كانت الكلي الموجب كاذبة يبقى الكلي السالب مجهولة الحكم، انا مش عارف هي صادقة ولا كاذبة. والعكس لو كانت الكلي السالب هي اللي كاذبة انا مش عارفة الكلي الموجب صادق ولا كاذب، فهتكون القضية مجهولة الحكم. يبقى لحد دلوقتي معايا في التضاد حكمين، حكم بيقول لو صدقت القضية تكذب الاخرى، والحكم التاني بيقول لو كذبت واحدة منهم التانية بتكون مجهولة الحكم. القضية التانية هي تحت التضاد، ودي بتكون ما بين الجزئيات، الجزء الموجب والجزء السالب زي ما شفنا على المربع. طيب عندي حكمين برضو، بيقول لي لو كذبت قضية صدقت الاخرى، يبقى الحكم ده عكس حكم التضاد الاول اللي احنا لسه واخدينه. مش احنا قلنا ان التضاد لو صدقت قضية كذبت الاخرى، لكن تحت التضاد بيقولك لو كذبت قضية صدقت الاخرى. يعني لو كانت الجزئية الموجبة كاذبة تبقى الجزئية السالبة مالها؟ صادقة. طب ايه الحكم التاني؟ بيقول لي لو صدقت قضية كانت الاخرى مجهولة الحكم. يعني لو كانت الجزئية الموجبة صادقة تبقى الجزئية السالبة مجهولة الحكم، وده برضو عكس الحكم اللي احنا لسه واخدينه في التضاد. بصوا معايا فوق في الجدول اول صف ناحية الشمال، اذا كذبت قضية كانت الاخرى مجهولة الحكم، ده في التضاد. طب بصوا تحت التضاد، لو صدقت قضية كانت الاخرى مجهولة الحكم، هنا عكس بعض. يبقى احنا لما نفهم ونحفظ هنحفظ بالطريقة دي. طيب تعالوا نشوف القضية الثالثة، وهي قضية التداخل، ودي بتكون بين الكلية الموجبة والجزئية الموجبة اللي هو الضلع اللي ناحية اليمين، والكلية السالبة والجزئية السالبة اللي هو الضلع ناحية الشمال. ده بقى الحكم بتاعه بيقول ايه؟ بيقول لو الكليات صدقت تصدق الجزئية اللي تحتها. يعني لو كانت الكلية الموجبة صادقة تكون الجزئية الموجبة صادقة. يعني ايه؟ يعني لو كان الكل صادق يكون الجزء صادق. يعني لو المدرسة كلها نجحت يبقى انا كمان هنجح، يبقى الكل ينطبق على الجزء. طيب لو حصل وكذب الكل، لو الكل كاذب قال لي الجزء يبقى مجهول الحكم، لان انا مش عارف الجزء ده هل هيبقى زيه ولا يبقى عكسه. يبقى اذا صدقت الكليات صدقت الجزئيات المندرجة تحتيها. طيب لو كذبت الكليات كانت الجزئية المندرجة تحت الكلية غير معروفة الحكم او مجهولة الحكم. طيب بقى لو كانت الجزئيات هي اللي صادقة، الكلية اللي تحتها تبقى ايه؟ قال لي مجهولة الحكم. يعني لو انا بس اللي نجح ومش عارف المدرسة كلها يبقى الكل اللي هي المدرسة مجهولة الحكم بالنسبة لي، لان انا معرفتش النتيجة بتاعتهم كلهم، ده انا عرفت نتيجتي انا لوحدي. كمان بيقول لي لو كذبت الجزئية يبقى الكلية كلها كمان كاذبة معاها، لان استحالة يكون الجزء كاذب من غير الكل، لكن ممكن يبقى العكس، ممكن الكل يكون كاذب والجزئية صادقة. رابع قضية معايا هي التناقض، ودي بتكون بين اربع قضايا زي ما احنا شفنا في المربع، بتربط ما بين الكلية الموجبة والجزئية السالب، وبتربط ما بين الكلية السالبة وبين الجزئية الموجبة، هي عكس عكاس. دي بقى سهلة جدا، لو صدقت قضية كذبت الأخرى، ولو كذبت قضية صدقت الأخرى. يعني لو كانت الكلية الموجبة صادقة تبقى الجزئية السالبة كاذبة، ولو كانت الكلية السالبة كاذبة تبقى الجزئية الموجبة صادقة، عكس عكاس، واحدة صادقة التانية كاذبة، دي كاذبة دي صادقة. تعالوا نحل مع بعض سؤال على اللي احنا لسه واخدينه. بعض الطلاب أذكياء، على فرض كذب هذه القضية ما حكم القضايا المتقابلة مع التعليل؟ أول ما يجينا سؤال زي ده نقوم راسمين المربع اللي هو مربع أرسطو، ونقوم نحط عليه البيانات اللي هو اداها لنا في السؤال. بيقول بعض الطلاب أذكياء، بعض الطلاب أذكياء يعني القضية دي مالها؟ جزئية. جزئية مالها؟ موجبة، عشان ما فيش أداة نفي، يبقى نحط الجزئية الموجبة. بيقول إيه؟ على فرض كذب هذه القضية، يعني بيقول لي إن القضية دي مالها؟
كاذبة. ما حكم القضايا المتقابلة معها؟ تعالوا نشوف القضايا اللي هو باقي القضايا اللي احنا عايزينها. أول قضية لازم نجيبها هي القضية المتناقضة، عشان دي أسهل قضية وهي هتسهل علينا كل حاجة فيما بعد. هيبقى عكسها ماله؟ كلية مالها؟ سالبة. طيب لو دي كاذبة، القضية المتناقضة معاها تبقى مالها؟ صادقة. تعالوا نشوف القضية اللي داخلة مع القضية الأساسية بتاعتنا اللي هي بعض الطلاب أذكياء بالتداخل. لو دي جزئية موجبة يبقى اللي فوق كلية موجبة. طيب احنا خدنا في حكم التداخل لو الجزئي كاذب يبقى الكلي ماله؟ كاذب. تعالوا نشوف القضية الثالثة اللي هي القضية مالها؟ تحت التضاد. دي جزئية موجبة تبقى التانية مالها؟ جزئية سالبة. ودي كاذبة تبقى دي مالها؟ صادقة. تعالوا نشوف بقى مع التعليل. يعني ايه مع التعليل؟ هنقوله ليه دي كاذبة وليه دي صادقة. أول حاجة حكم التناقض، ليه قلنا إن هو صادق؟ هنقول صادقة لأنه إذا كذبت إحداها صدقت الأخرى. وحكم التداخل هنقول كاذبة لأنه إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية المتداخلة معها. وحكم تحت التضاد صادق لأنه إذا كذبت قضية صدقت الأخرى. لو في أي سؤال ممكن تسيبوه لينا في التعليقات وإحنا إن شاء الله هنجاوب عليه. استنونا في الجزء الثاني. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الدرس بتاعنا النهاردة من نفهم نتعلم ببساطة.